بتتقسم الموجات لقسمين، موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. ده كان تقسيم الموجات. وقلنا الموجات عندنا الميكانيكية، ده القسم الأولاني، في منه قسمين، قسم يسمى موجات طولية وقسم يسمى موجات مستعرضة. أما الموجات الكهرومغناطيسية فجميعها موجات مستعرضة. جميعها موجات إيه يا أولاد؟ مستعرضة. وتحدثنا في الحصة السابقة عن الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي المستعرضة، وقلنا تنشأ من تذبذب مجالات كهربية متعامدة مع مجالات مغناطيسية ويكون خط انتشارها عمودي على المجالية. ده الموجات الكهرومغناطيسية. وقلنا لها خصائص وطباع معينة تخليها تتميز عن بقية المواد، عن بقية الموجات. من خصائصها ان الموجات الكهرومغناطيسية سرعتها عظيمة جدا، تقدر بحوالي 3×10^8، وهي اكبر سرعة في الكون هي سرعة الضوء. ماشي كده؟ هذه السرعة قدرت من قبل علماء الفيزياء سرعة الضوء. وهذه السرعة فسرها بعض المفسرين اللي هم للقرآن، قالوا ان سرعة الضوء موجودة عدديا وحرفيا في القرآن الكريم. موجودة عددياً وحرفياً ان سرعة الضوء 3×10^8 موجودة السرعة دي في القرآن الكريم، في قول ربنا سبحانه وتعالى: يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سرعة الضوء موجودة في الآية دي، الرقم 3×10^8 موجود في الآية دي. ففسر بعض العلماء العرب المسلمين الفيزيائيين أن الأمر المقصود به سرعة الضوء اللي احنا بنرمز له بالرمز في، في يوم كان مقداره 1000 سنة، 1000 سنة، ويوم 1000 سنة دي تمثل إكس اللي هي المسافة، ويوم دي يمثل الزمن معانا، يوم اللي هو الزمن معانا. وقال العلماء العرب المسلمين إن السرعة تساوي خارج قسمة المسافة على الزمن، إن السرعة تساوي الزمن يوم 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية، فيطلع الناتج بتاع يوم ده 86,400 سنة ثانية، 86,400 ثانية اللي هو الزمن معانا. وقالوا إن المسافة تمثل 1000 سنة 12 شهر في سنة، يعني 12 شهر في دورة القمر حول الأرض. والقمر بيتم دوره، القمر بيتم دوره حوالين الأرض في مسار شبه دائري. ممكن أطلع طول المسار الدائري الواحد في الشهر من العلاقة اللي هي 2 باي آر، حيث آر تمثل المسافة بين القمر وبين مين؟ الأرض، اللي هو نص القطر. بالتعويض عن نص قطر القمر حول الأرض اللي حسبوه علماء الفيزياء مستحدثا، وقسمة المسألة دي كلها على بعضها، تطلع سرعة الضوء تقريبا 3×10^8 متر على الثانية. ده بالنسبة عندنا لسرعة الضوء اللي هو الثابت الكوني، فسره العلماء واستنتجوه فعلا من الآية دي ان هو الثابت الكوني المعروف. واتكلمنا على الموجات الكهرومغناطيسية، وقلنا جميع الموجات الكهرومغناطيسية موجات مستعرضة، وهي تختلف عن بعضها في التردد والطول الموجي. والموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج، الحصة اللي فاتت قلنا ده لا وسط الى مادي، بل يمكن ان تنتشر في الفراغ وفي الاوساط المادية. تعال بقى معايا النهاردة ان شاء الله نكمل شغل عندنا في الموجات الاولى بقى اللي هي الموجات الايه؟ الميكانيكية. تمام؟ خليك معايا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الموجات الميكانيكية، انا عايز اكون موجة ميكانيكية. ليا شروط للموجات الميكانيكية. ايه الشرط الاولاني؟ قلنا الحصة اللي فاتت لابد من وجود وسط مادي. وجود ايه بقى؟ وسط مادي. رقم 2، لابد من وجود مصدر مهتز. لابد من وجود مصدر مهتز. ادي وجود عندنا مصدر مهتز. رقم 3، انتقال الاهتزاز
من المصدر الى الوسط. من المصدر الى مين؟ الى الوسط. ركز بقى، في رقم واحد احنا قلنا وسط، في رقم اتنين قلنا مصدر، رقم اتنين، في رقم ثلاثة هزة هتنتقل من المصدر لمين؟ للوسط. تاني، رقم واحد قلنا ايه؟ وسط. رقم اتنين قلنا ايه؟ مصدر. رقم ثلاثة هزة هتتنقل من المصدر الى مين؟ الى الوسط. ان اتحقق معاك الشروط الثلاثة دوم يبقى انت ان شاء الله كونت معانا موجات اسمها موجات ايه؟ ميكانيكية. طب القسم الاولاني من الموجات الميكانيكية، قسم اسمه قسم الموجات المستعرضة، الموجات الايه؟ المستعرضة. ده اللي انا هبدأ معاه النهاردة. خلينا نتكلم على اول حاجة عندنا، ايه المقصود عندنا بالموجات المستعرضة؟ قول لا اله الا الله. هعمل تجربة، والهدف من التجربة احط التعريف، وتجربة بمنتهى البساطة وسهلة جدا. ادواتك، الاول خطوة عندنا في الادوات بتاعت التجربة، قلم احمر يسار. اول خطوة من ادوات التجربة معانا، هنجيب معانا يويو مهتز. يبقى انا معايا يويو مهتز. طب اليويو ده هربط في نهايته ثقل، هربط في نهايته ايه؟ ثقل، بالشكل ده كده ثقل. صار اليويو المهتز المربوط فيه ثقل بالنسبه ليا الشرط الاولاني اللي هو مصدر، اللي هو مين؟ مصدر. تمام. هنربط فيه الثقل، الثقل خيط افقي، خيط ايه؟ افقي او حبل. صار الحبل بالنسبه لي وسط، يبقى اليويو مصدر، اليويو مصدر، الحبل وسط، اليويو مصدر، الحبل وسط. احنا عايزين هزه تنتقل من المصدر الى الوسط. هزه تنتقل منين؟ من المصدر الى الوسط. الهزه جايه ايه؟ هبدا اعمل ايه؟ هتني ساحب الثقل ده لاسفل، اشده تحت، يقوم اليويو لفاته تبعد عن عن بعضها، واسيب الثقل. هيفضل الثقل يطلع لفوق وينزل لتحت، يطلع لفوق وينزل لتحت. تبص تلاقي الحبل بتاعك اتكون معاه موجه بالشكل ده كده. طيب دي موجه اتكونت في الحبل وموجه ميكانيكيه، شروطها الحمد لله متوفره، اليويو مصدر، الحبل وسط، اليويو اتهز، الهزه اتنقلت من المصدر الى مين؟ فتكونت موجه ميكانيكيه، تكونت موجه ايه؟ لكن بقى عند حاجه، النوع بتاعها بقى مستعرض ولا طولي؟ مستعرض. طب انت عرفت منين ان هو مستعرض؟ نقوله حاجه، الحبل ليه نقطه بدايه وليه نقطه ايه؟ نهايه. الموجه لما اتكونت، اتكونت في بدايه الحبل لحد ما فضلت تمشي 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 ووصلت لنهايه الحبل. تمام. يبقى الموجه مشت من البدايه راحت لحد مين؟ النهايه. يبقى ده اسمه خط تقدم الموجه، او اسمه اتجاه انتشار الموجه. اسمه ايه بقى عندنا؟ اتجاه انتشار الموجه. جت من ايه؟ من البدايه راحت فين؟ للنهايه. بدايه مين؟ بدايه الحبل. نهايه مين؟ نهايه الحبل. يبقى الطريق اللي مشت ده فيه اسمه اتجاه انتشار الموجه. اسمه ايه بقى؟ اتجاه انتشار الموجه. الا ان الحبل نفسه لما كان بيهتز، الحبل كان بيطلع فوق وينزل تحت، بيطلع فوق وينزل ايه؟ يبقى فوق وتحت ده اسمه اتجاه حركه جزيئات الوسط. اتجاه حركه مين؟ واحنا اتفقنا الوسط اللي هو مين؟ الوسط اللي هو مين؟ حبل بيطلع فوق وينزل تحت، يبقى فوق وتحت ده اسمه اتجاه حركه جزيئات الايه؟ والتاني ده اسمه اتجاه انتشار الايه؟ والزاويه ما بينهم مقدارها كام؟ الزاويه ما بينهم مقدارها كام؟ اذا كان اتجاه انتشار الموجه عمودي على اهتزاز الجزيئات الوسط، فهذه الموجات تسمى موجات مستعرضه. اسمها موجات مستعرضه. عرف الموجات المستعرضه، اقول لك في تعريف. يلا يا حبيبي، تعريف الموجات المستعرضه يا عم الناس، هي تلك الموجات التي تهتز فيها
جزيئات الوسط، عمودية على اتجاه انتشار الموجة. عمودية على ايه؟ هي تلك ايه الموجة؟ انا مش سامع. التي تهتز فيها جزيئات الوسط هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط عمودية على اتجاه انتشار اسمها موجات ومستعرضة ميكانيكية. مستعرضة ايه؟ لان احنا الحصة اللي فاتت خدنا مستعرضة كهرومغناطيسية. مستعرضة كهرو ايه؟ تمام. نيجي نبص عندنا مكونات الموجات المستعرضة مما تتكون. في التكوين بتاع الموجات المستعرضة اهي مكونات الموجات المستعرضة. اللي فوق ده ايه؟ اسمها قمة. طب واللي تحت دي اسمها قاع. فتتكون الموجات المستعرضة من قمم وقيعات. تتكون الموجات المستعرضة من قمم وقيعات. ادي المكونات بتاعتها، قمم زائد قيعات. طيب ماشي. لو قلنا بقى الموجة المستعرضة الواحدة عبارة عن قمة زائد قاع، عبارة عن قمة زائد ايه؟ يبقى الموجة الواحدة قمة وقاع. هنا موجات جمع مؤنث سالم بالالف والتاء، موجات. يبقى احنا قلنا قمم وقيعان، قمم وايه؟ لكن دي موجة واحدة مفردة، مستعرضة عبارة عن قمة زائد قاع، عبارة عن ايه يا اولاد؟ طب تعالى نعد الموجات على الشكل. دي قمة ودي قاع، دي موجة ودي قمة ودي قاع كمان موجة. يبقى انا لما اقول لك ان عدد الموجات في الشكل هتقول لي العدد بيساوي كام؟ اتنين. وانت خدت قانون نيو بيساوي ان على تي، نيو بيساوي لما اعوض عن الان في مساله زي دي اعوض عن عدد الموجات بكام؟ باتنين. يبقى انا دلوقتي الموجه المستعرضه عباره عن قمه زائد ايه؟ قمه زائد قاع. طيب حبايب الاستاذ عايزين نحط تعريف للقمه. واحد الله، هي القمة دي إزاحة لأعلى ولا لأسفل؟ خلاص، القمة إزاحة جزيئات الوسط لأعلى، القمة إزاحة جزيئات الوسط لأعلى، القمة إزاحة جزيئات الوسط لأعلى. طب والقاع إزاحة جزيئات الوسط لأسفل، إزاحة جزيئات الوسط لأسفل. يبقى القمة عبارة عن إزاحة جزيئات الوسط لأعلى. طب والقاع إزاحة جزيئات الوسط لأسفل. الله يفتح عليكم، الله ينور عليكم. طب هو لما تبقى الإزاحة الأعلى يبقى احنا في الاتجاه نون، ولما تبقى الإزاحة الأسفل يبقى احنا ممكن نقوله إزاحة جزيئات الوسط لأعلى في الاتجاه الموجة، وهنا في الاتجاه السالب. عرف الموجات المستعرضة، تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط عمودية على اتجاه انتشار الموجة، وتتكون الموجات المستعرضة من قمم وقيعة. والقمة إزاحة جزيئات الوسط لأعلى في الاتجاه الموجة، والقاع إزاحة جزيئات الوسط لأسفل في الاتجاه السالب. اسم موجة مستعرضة. أقول له سهل، أول حاجة وأنا برسم كده احدد موضع السكون الاول قبل الرسم. ادي موضع السكون، خلاص، خط في النص اللي هو الحبل قبل الاهتزاز. الحبل قبل ايه؟ خلاص الحبل مشدود لسه ما اهتزش. طب بعد ما يهتز هيتكون فيه قمه وقاع. يبقى انا رسمت دلوقتي موجات ولا موجه مفاضه؟ موجه مفاضه عباره عن عباره عن قمه وقاع. تمام كده؟ واحد الله، لا اله الا الله. احنا دلوقتي عايزين ندخل لتعريف الطول الموجي لموجه مستعرضه. قال لي في الكتاب هو عباره عن، بص بص بص، المسافه بين، ماشي، اي قمتين، ماشي، متتاليتين يعني ورا بعض يعني، جميل، او قاعين، تمام، متتاليين. تاني، هو المسافة بين
اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. طب ليه اختار اشمعنى اختار قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين؟ الطول الموجي لموجي مستعار هو المسافه بيه ها اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين. قال طب اشمعنى اخترت قمتين ورا بعض وقاعين ورا بعض؟ ما كانش ينفع قمتين مش شرط يكونوا متتاليتين. قال لا لازم يكونوا ورا بعض. طب ليه يا عم فرضت انهم لازم يكونوا ورا بعض؟ قول لا اله الا الله. انت عايز ايه؟ تعريف طول موجي لايه؟ يعني الطول الموجي ده بيبقى خاص بالامواج كلها ولا بموجه واحده؟ موجه واحده صح؟ طب انت فاكر الاهتزازه الكامله كانت بتعادل كام ساعه اهتزازه؟ مش هم اربعه؟ خلاص يبقى الموجه الكامله هي كمان فيها اربعه، لان الموجه زي الاهتزاز والموجه والده الاهتزاز، واذا كانوا اربعه ساعه هيعملوا اهتزازه يبقى اربعه ساعه يعملوا موجه، اربعه ساعه يعملوا اهتزازه يبقى اربعه ساعه. بس هي هناك اسمها ساعه الان، رد علي، اسمها ساعه الان. هنا اسمها ساعة الموجة، اسمها ساعة الايه؟ لأن المسمى هناك كان اسمه اهتزاز، إنما المسمى هنا مسمى يبقى هي هناك اسمها ساعة لأن هناك مصدر مهتز، ساعة اهتزاز، إنما هنا اسمها ساعة إحنا عايزين أربعة ساعة موجة عشان يعملوا موجة واحدة. أنت طالب تعريف طول الموجة الواحدة المستعرضة. أقول لك بقى، أنت لو بدأت من عند القمة معايا كده بالراحة على الشكل الموجود ده، أنا هبدأ من القمة، ده أهي. دي نقطة البداية بتاعت طول الموجة. قلت لما تاخد من البداية بتاعت القمة دي توصل لهنا، للقمة التانية، تمام كده؟ بحيث إن أنت قلت المسافة ما بين قمتين متتاليتين، أو قلت المسافة ما بين قاعين متتاليين، تعال. وأنا لو بدأت من القمة دي، مش الحبة دول ساعة؟ اهتزازة ولا موجة؟ هي دي اهتزازه ولا موجه؟ الشويه دول ساعه ولا مش ساعه؟ ساعه. عد على ايديك، ادي ساعه. طب ودول كام ساعه؟ ساعه كمان. طب واحد وواحد كام؟ اثنين. طب كده كام؟ ساعه. ها؟ طب كده كام؟ اربعه. يبقى من اول هنا لحد هنا كام ساعه؟ اربعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه، تبقى موجه ولا مش موجه؟ موجه كامله. يبقى طول الموجه لازم يكون كام ساعه اهتزازه؟ طيب طب نبدا من عند القاع، من القاع للقاع ساعة، اثنين ثلاثة ساعة، أربعة ساعة. خلاص يبقى من القاع للقاع موجة ولا مش موجة؟ وبعدين يا أخي بالراحة، مش القمة اللي فوق دي كلها نص موجة؟ نص ولا مش نص؟ طب ودول نص ولا ربع؟ طب ودول نص ولا ربع؟ طب ربع وربع كام؟ طب نص ونص كام؟ واحد صحيح. فكان لازم يكون المسافه ما بين قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، عشان كده حط التعريف كده، المسافه بيه اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين، ده اسمه الطول الموجي لموجه مستعرضه. ما معنى قولنا ان الطول الموجه لموجه مستعرضه يساوي 5 سنتيمتر؟ اي ان المسافه بين اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين يساوي 5 سنتيمتر. هات مسطره، خلي المسطره تبدا من الحته دي لحد الحته دي، جيز دهم هتلاقيهم 5 سم. طب خلي المسطره تبدا من القاع للقاع اللي بعده، وجيز دهم هتلاقيهم كام سنتي؟ 5 سم. يبقى القطعتين دول في واحده منهم اطول من الثانيه ولا الاثنين قد بعض؟ وكل واحده منهم تمثل طول موجه مستعرضه. تمثل ايه يا اولاد؟ يبقى احنا خدنا موجات مستعرضه، هي تلك الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط عموديه على اتجاه انتشار الموج، وتتكون الموجات المستعرضه من قمم وقيعات، والقمه ازاحه جزيئات الوسط لاعلى في الاتجاه الموج، والقاع ازاحه جزيئات الوسط لاسفل في الاتجاه السفلي. وطول الموجة المستعرضة هو المسافة بين أي قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. في أي صعوبات؟ في أي مشكلات لحد الوقت؟ قال طيب أنت كده خلصت؟ أنا خلصت التعريفات اللي موجودة عندي، لكن في بعض الملاحظات وأنت بتحل المسألة. قول الملاحظات، أنا معاك أهو. قال لي رقم واحد، تاخد بالك كده من حاجات معينة وأنت شغال في حل المسائل. إزاي؟ أنا لو اديتك مجموعة من الموجات، مش واحدة، أكتر من موجة،
تمام، وانت بترسم لي اكتر من موجة وطلبت طول الموجة الواحد، اعمل ايه؟ بص يا سيدي، موضع السكون بتاع الحبل اهو، واهتز الحبل بالكيفية الموضحة بالشكل ده، موجة اتنين، ها كم عدد الموجات؟ تلات، مش دول تلات موجات؟ هم تلاتة هم؟ وانا ما بعرفش اعد ولا ايه؟ تلاتة يا جماعة، اتنين ونص، شايفينهم اتنين ونص يعني؟ هي دي ودي ادي موجة، ودي نقطة بداية ودي نقطة نهاية، يبقى كل موجة لها بداية ونهاية الموجة الأولى بداية الموجة الثانية. الله يفتح عليكم، نهاية الموجة الأولى بداية الموجة الثانية. طب دي نهاية الأولى وبداية الثانية، طب دي إيه؟ ودي إيه؟ دي نهاية الثانية وبداية الثالثة، طب الثالثة إيه؟ عبارة عن يبقى عدد الموجات كام؟ اتنين ونص. عند الخط ده آخر الموجة الأولى، دي واحدة، وعند الخط ده اخر الموجة التانية، دي كمان واحد، وهنا يبقى عدد الموجات بيساوي اتنين ونص. جه في امتحان اخر السنة وقال لك والله يا ابني احنا قسنا المسافة ده كلها من الاول لحد الاخر، ولقينا ان هذه المسافة اكس تساوي 20 سنت، كم سنتي؟ واحنا عايزين الموجة الواحدة طولها بيساوي كام؟ فنعمل ايه؟ هنقسم العشرين على كام؟ هنقسم العشرين على كام؟ انا عايز الجزء ده هو لوحده بك حبة دول طول الموجة الواحدة، فانت هتقول طول الموجة الواحدة يساوي المسافة الكلية للامواج، المسافة الكلية، المسافة الكلية، المسافة الكلية، حبايب الاستاذ في المسافة الكلية مقسوما على عدد الامواج، مقسوما على، مقسوما على، طيب هي المسافة كلها كام؟ نقسم 20 على كام؟ يطلع الناتج يساوي 8 سنتيمتر، كم سنتي؟ كم سنتي؟ الحته دي كام؟ مش سامي، والحته دي كام؟ 8 و8 يبقوا كام؟ طب والحته دي كام؟ يبقى 16 و4، تبقى المسافه كلها كام؟ الحته دي لوحدها كام؟ والحته دي بكام؟ والحته دي بكام؟ 8 زائد 8 زائد 4، تبقى المسافه كلها كام؟ يبقى ايه الفارق ما بين العشرين والتمانية؟ العشرين المسافة الكلية للأمواج، العشرين المسافة الكلية للأمواج، طب والتمانية طول الموجة الواحدة، التمانية طول الموجة الواحدة، يبقى طول الموجة الواحدة يساوي المسافة الكلية للأمواج على عدد الأمواج، طول الموجة الواحدة يساوي المسافة الكلية للأمواج على عدد الأمواج. مش عايز أكتب عربي ماشي، أكتب برموز، مسافة يعني إكس، وعدد يعني ام، وطول الموجة الواحدة لغة لاتينية، لغة ايه؟ لغة ايه؟ اسمها لامدا، اسمها ايه؟ لامدا، حرف لاتيني مش انجليزي، اكس انجليزي، ان انجليزي، لامدا مش انجليزي، مفيش في حروف اللغة الانجليزية لامدا، ولكن في موجودة في حروف اللغة الايه؟ لامدا تساوي اكس على ان، لامدا تساوي، لامدا تساوي، حبايب الاستاذ بيلوم ما جوش النهارده، لمده تساوي، لمده تساوي، لمده تساوي، لمده طول الموجه الواحده، لمده، لمده اللي هم ال20 ولا ال8؟ اللمده ده ايه؟ ال20 ولا ال8؟ انا مش سامي والله العظيم، انا سامي ال20 ده، اللمده ده ايه؟ ال20 ولا ال8؟ طب الاكس اللي هم كام؟ امال ال2 ونص اللي هو لمده تساوي، لمدة تساوي، لمدة تساوي، حط القانون في مثلث، اللي فوق فوق واللي تحت تحت، من اللي فوق اكس، من اللي باقي لمدة، من كمان ان، اللي تعوزه خبيه واكسب على اللي جنبيه، اللي تعوزه لمدة خبيتها تساوي اكس على ان، لمدة تساوي ان، تساوي ان، تساوي، طب اكس تساوي على ولا في؟ اكس تساوي، هم دول جنب بعض سطري ولا كسري؟ دول جنب بعض سطريه ولا كسريه؟ سطريه، يبقى ضرب، س
سطرية يبقى ايه؟ اكس تساوي لامدا في ال. سطرية يعني على سطر واحد. اكس تساوي اكس تساوي لامدا. طب لامدا تساوي اكس على ايه؟ طب كده سطري ولا كسري؟ كسري. لامدا تساوي اكس على ايه؟ ان تساوي اكس على ايه؟ طب لامدا تساوي طب لامدا تساوي طب لامدا تساوي طب ان تساوي ان تساوي طب اكس تساوي لامدا في ان طب اكس تساوي لامدا في ان طب اكس تساوي انت مروح في البيت طول السك لامدا تساوي اكس على مع بعض لامدا تساوي في الشارع ماشيين كده لامدا تساوي اكس على واحد يقول والتاني يرد وراه واحد يشيله على على كتفه لامدا وهو ماشي كده خلاص عشان تحفظ القانون ها طيب تعالى بقى معايا صلى على رسول الله انا خلصت معاك الطول الموجي وتعريفه هو المسافه بين اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين قل لا اله الا الله تعالى بقى على الحته المهمه اديني مثال للموجات المستعرضه مثال عايز امثله شوف انا هقول لك كلام يمكن تتعجبه او اي حد يسمعه يتعجبه لكن هذه هي الحقيقة هذه هي الايه اديني مثال لموجات مستعرضة شوف لحد حدود علمنا لحد حدود علمنا كل الموجات موجات مستعرضة كل الموجات موجات ايه ما عدا واحد موجات الصوت في الغازات ما عدا موجات الصوت ما عدا موجات الصوت يبقى الموجات عندنا المستعرضة جميع الموجات مستعرضة ما عدا الصوت في الغاز في ناس ممكن يعقب على الكلام يقول لك الأستاذ قال الكلام ده ازاي ويتحجج لك مثلا يقول لك قال لا طب هو موجات الإلكترون أثناء دورته حوالين النواة ما هي مش موجة مستعرضة ولا موجة طولية اسمها موجة موقوفة الموجة الموقوفة تمثل نوع من انواع الموجات المستعرضة نوع من انواع الموجات الايه يبقى انا دلوقتي بدليل تعال نشوف موجات الماء لما نرمي فيه حجر فوق وتحت من الجزيئات الوسط بتهتز ده على ولا ايه يبقى موجات الماء مستعرضة ولا مش مستعرضة بتكون قمم وايه بتكون قمم وايه طيب تعال على اللي بعد موجات الضوء او الكهرومغناطيسية بانواعها جميع الموجات الكهرومغناطيسية موجات ها الكهرومغناطيسية موجات اشعة اكس اشعة جاما الضوء المرئي اشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء كل الطب الكهرومغناطيسي مستعرض ولا مش مستعرض عبارة عن قمم وايه يعني انا في امتحانك السنة لو قلت لك ما معنى ان طول موجة اشعة اكس تساوي 10 اس سالب 9 متر تبص هو جالك اشعة مين هي اكس دي طولي ولا مستعرض يبقى نقول ويا ان المسافة بين اي قمتين متتاليتين او قاعين متتاليين يساوي الرقم ده ما معنى ان طول موجة الضوء المرئي 10 اس سالب 6 هي ان المسافة بين اي قمتين ليه يا استاذ لان كل الموجات دي تعتبر موجات ايه موجات الاوطار هو الوتر لما بيهتز او الحبل لما بيهتز مش بيكون قمم وقاعات تبقى الموجه دي موجه ايه الا موجات الصوت في الغازات هي موجات طوليه هي موجات ايه ودي لسه هنشرحها الحصه القادمه ادي امثله على الموجات المستعرضه تعال بقى موزه هامه خلي بالك مش عايزه اي طالب دي ده عايزه ولد يكون واد جاحد الواد الجاحد ده هو المعلومه دي مش هتعدي منه هيفضل فاكرها على طول انما الواد اللي قاعد نايم على نفسه ده مش هيفتكرها خالص وهينساها في الامتحان موجه ولا اتنين عد موجه ولا اتنين النقطه دي اسمها والنقطه دي ايه بقى الملحوظه الجاحده اللي عايزها الواد الجاحد دي قال لك بص ماذا تمثل المسافه
بين قمة وقاع. ماذا تمثل المسافة بين ايه؟ بين قمة وقاع. نص موجة. في واحد قال نص ايه؟ نص موجة. واحد قال لي ساعة اهتزاز. ايه؟ اتنين ساعة اهتزاز. كل واحد بدماغه. طب قيس لي المسافة ما بين القمة والقاع. في نوعين من القياس. واحد ممكن يقول لك ايه؟ هات المسطرة. وهنقيس المسافة ما بين قمة وقاع بالشكل ده كده. تمام؟ يبقى هو قاس بالمسطرة قياس رأسي، قياس ايه؟ كده. واحد تاني قال لا ده هو قصده كده. مسافة من القمة يعني تقف تحت القمة كده. أنت كشخص أهو تقف تحت القمة. وتروح توقف شخص تاني تحت فوق القاع. وتشد حبل من أول الرجل ده لحد الرجل ده. حبل كده طوالي هو قصده هو ده قصده بالمسافة دي. أهو. الله إيه الفرق ما بين ده وده؟ نقول إن القياس ده كان قياس أفقي ولا رأسي. إنما القياس التاني دي كان قياس رأسي. اقول له بص سؤالك غير مفهوم لانك انت لازم تحدد لي اذا كان القياس افق ولا راس. فما تقول لي ماذا تمثل المسافه بين قمه وقاع اقول لك هناك احتمالات. احتمال رقم واحد اذا كان القياس افقيا القياس ايه فان المسافه بين قمه وقاع تساوي نص الطول الموجي. نص يا ولا نص موجة تمثل ايه بقى؟ تمام. اما اذا كان ده رقم واحد. احتمال اتنين اذا كان القياس افقي رأسيا فانها تمثل اتنين ساعة اهتزاز او ساعة موجة. اتنين ساعة ايه؟ موجة. مش فاهم يا استاذ. قول لا اله الا الله. كل موجة لها بداية ولها ايه؟ كل موجة لها بداية ولها ايه؟ وكل اول ليه ايه؟ كل اول ليه اخر؟ كل اول ليه ايه؟ مش دي يعتبر اول الموجة؟ حصل ولا ما حصلش؟ طب ودي يعتبر اخر الموجة؟ انت لو قست من الاول للاخر دول كم طول موجي؟ اتنين ولا واحد؟ هترد عليا؟ من الاول لحد الاخر كم طول موجي؟ لمدة واحد. طول موجي واحد. طب انا لما اشيل الحته دي واشيل الحته دي طب دي بتمثل قد ايه؟ ها؟ ربع. طب ودي بتمثل قد ايه؟ طب انت لما تشيل من الواحد ربع من هنا وربع من هنا يبقى اللي يتبقى لك في النص قد ايه؟ يبقى المسافه الافقيه من القمه للقاع تمثل قد ايه من اللمدة؟ نص لمدة. تمثل ايه؟ نص لمدة. طيب تعال بقى في الرأس. لما قيس من هنا وانا طالع لفوق كده طول موجي ولا كده ساعة اهتزازة؟ ساعة الاهتزازة هي ايه؟ اقصى ازاحة. طب الازاحة بتاعت الوسط بتكون يمينا ويسارا ولا الاعلى؟ احنا لسه كاتبين من شوية ان الازاحة بتكون ايه؟ اقصى ازاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع الايه؟ يبقى اللي فوق دي ساعة. اللي فوق دي ايه؟ طب لو نزلنا من موضع السكون واحنا نازلين لتحت يبقى اللي تحت دي كمان ايه؟ يبقى الاتنين مع بعض كام ساعة؟ اتنين ساعة اهتزاز او اتنين ساعة موجة. يبقى انا دلوقتي لو انت بتسألني على المسافة ما بين قمة وقاع اقول لك استنى في حاجة اسمها القياس الآن وفي حاجة اسمها القياس الايه؟ في الافقي تمثل نص لمدة. طب وفي الرأس تمثل اتنين ساعة اهتزاز. في الرأس تمثل يعني انا في الامتحان ما معنى قولنا ان المسافة الرأسية بين قمة وقاع تساوي 20 سنتي. انت وانت بتقرا ما تبقاش مستعجل في القراءة. الراجل قال المسافة قال ايه؟ ها قال ايه؟ بين ايه؟ متتاليين ورا بعض تساوي قد ايه؟ نيجي هنا القمة ايه؟ والقاع اهو افق ولا راسي؟ تبقى دي طول موجي ولا ساعة اهتزازة؟ الواد اللي في الاخر انت ده لابس تيشيرت اسمر يقف
اجف كلمني اجف يلا. ايوه انت. انت كده واقف. اقرا السؤال. كام سنت؟ 20 سنت. ما معنى هذه العبارة؟ مش فاهمين فسرها. مش فاهمين يعني ايه المسافة الرأسية بين قمة وقاعة تساوي 20 سنت. 2 ساعة اهتزاز تبقى الساعة لوحدها كام؟ برافو. يبقى ساعة معنى العبارة ساعة الاهتزاز تساوي 20 على 2 بكام؟ طيب عيد الكلام. ما معنى قولنا ان المسافة اهي بقى الأفقية بين قمة وقاع متتاليين تساوي 2 سنتيمتر؟ هنا بقى مين يجاوب؟ هنا مين يجاوب؟ هو ما قالش رأسية، قال ايه؟ أفقية بين قمة وقاع 2 سنتيمتر. يبقى الطول الموجب يساوي كام؟ أضرب في 2. يبقى الأفقية أضرب في 2 والرأسية أقسم على 2. الأفقية أضرب في 2 والرأسية أقسم على 2. الأفقية أضرب في 2. مش سامع. الأفقية أضرب في 2 يديك الطول الموجي. يديك الإيه؟ طب الرأسية أقسم يديني ساعة الإيه؟ الاهتزاز. يديني ساعة الإيه؟ آدي بالنسبة للموجات المستعرضة ومكونات الموجات المستعرضة.